هذا طبعا هذا سعره بعد الفصل ايه شامل الضريبه، لكن التوصيل ممكن له سعر اخر. ممكن يكون له سعر اخر، طيب بتشوفون الموضوع، لكن بنحط شيء جميل حنا. وش رايكم؟ بدا ان المنافسه احتدمت وقربنا الباقين في المنافسه. ماني قايل 24 ساعه، 48 ساعه، اللي بيطلب من هذا البراند الاربع انواع يقول انا اهدي النقاط للمتسابق الفلان. طبعا معليش اقل، انا بامون عليهم ترى، اقل من 50 طلب، لا 50 حسنا ها؟ اقل من 30 طلب ما راح نحسب نقاط، اكثر من 30 طلب، كل 30 طلب بيحصل المتسابق على 500 نقطه. يعني جبت 60 طلب، المتسابق مثلا علي بالرويه يحصل على 1000 نقطه. 60 طلب يعني 500 500، 90 1500 500 500 على الطلبات. والاخوان ما يقصرون، نبي هدايا ترى، ما نبي بس طلب زي كذا، نبي هدايا للجمهور. يعني لما نهش طلب من عندكم الطلب هذا في ال 48 ساعه هذه ارسلوا له هديه باذن الله. شو الهدية؟ إما عاد ربع تولة عود ولا عاد؟ لا يستاهلون يستاهلون أكيد. إذا ما أعطوكم هدايا علموني عشان. لا تستاهل سهل يا حبيبي. طيب هذا مخلط المعازيم. المعازيم يا سلام. ثبات كيف؟ تخيل العود ما أعرف أتكلم يا ثبات. يا سلام تستاهلون. يعطيك العافية. الله يعافيك. ها طيب حطيها. عاد عبد الله يحب العود دايم. ما شاء الله تبارك الله خلي لك. يا سلام يعطيك العافيه يا اخوي عبد الله. حياكم الله. شكرا. عطني كاميرتي وين؟